حالة متردية وإهمال مستمر، هكذا تعيش معظم مستشفيات المدينة في تعز جراء تدهور الأوضاع الصحية. فالمرافق الصحية ومستشفيات العسكري والجمهوري والثورة لطالما كانت تشكل المقصد الأول لجميع طالبي العلاج في المحافظة، وأصبحت اليوم على حافة الانهيار بسبب غياب الدعم وقلة الإمكانيات. محافظة تعز تعرضت المستشفيات لكثير من التدمير، كل المستشفيات ربما الآن تعيش على الحد الأدنى مما تقدمه للأمراض، لكن حقيقة لا نستطيع نقول أن القطاع الطبي مستقيم بكامله حتى الآن، لأنه كثير من المستشفيات، كثير من غرف العمليات، كثير من غرف الإنعاش، كثير من الأماكن التي تحويها هيكل المستشفيات ربما دمرت. يعد مركز القلب في المستشفى الجمهوري المركز الوحيد في المحافظة، والذي تسبب إغلاقه إلى تدهور حالات الكثير من المرضى، بل وتعدى الأمر إلى وفاة بعضهم، فمن لم تقتله قذائف الحرب مات منتظرا للعلاج الذي منعته الميليشيات بفرض حصارها على المدينة. المركز هذا مهم جدا، يعني كل الناس القاسي والداني يعرفوا أهمية مركز القلب، وكما قلنا هو المركز الوحيد الذي كان يقدم خدماته للمواطنين وللأمراض المزمنة في حالات القلب. افتتاح الأقسام الطبية الخاصة بالحالات المرضية المزمنة أسلوب لجأت إليه بعض المنظمات الطبية والإغاثية من أجل تخفيف المعاناة وإنقاذ المرضى. الوضع الصحي يعاني من إهمال شديد في جميع الجوانب، منها مركز متخصص لأمراض القلب والأمراض المزمنة في المحافظة، حيث تعد تعز تفتقر لمثل هذا المركز. نحن اليوم في الهلال الأحمر القطري ندشن افتتاح مركز القلب والأمراض المزمنة في مستشفى الجمهوري من أجل التخفيف من معاناة الناس والمرضى. يعلق الكثير من السكان هنا آمالهم على استمرارية تلك المبادرات التي تهدف إلى إنقاذ الوضع الصحي، خصوصاً في ظل غياب دور السلطة المحلية، وهو ما يضع تساؤلات عديدة، منها إلى أين يتجه الوضع الصحي في مدينة لا زال أنين جرحاها يعلو كل يوم. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.